والسلام على أشرف المرسلين سيد كاسم المحترم رئيس الدار البيضاء السادة أعضاء المكتب السادة المنتخبين السادة والسادة المنتخبين السادة ممثلي أقسام الجماعات المحلية العاملة في محافظة الدار البيضاء السادة رجال وسائل الإعلام وأبو الكريم وأستاذ الصالح أعلن عن افتتاح الدورة العادية إن شاء الله سنة 2024 رئاسة ديال مجلس العمالة القانون كيقول لك أجل ديال 6 شهور ومن لافان ديمو غتكمل 6 شهور هذا هو القانون نهضر معك بصريح العبارة راه ما كاين الرئاسة ماشي أولوية أنا خدامين هو المهم ولكن خصنا نحترموا المساطير والقوانين كنحترموا حنا المؤسسة غادا خدامة ما واقفاش ولكن هاد الشكليات والمسائل ديال الرئاسه راه دابا خصك تحترم فيها القانون لان القانون تيقول لك خصها تكون المده ديال الانقطاع 6 اشهر من بعد 6 اشهر السيد الوالي ان الحق باش كيستدعي المجلس في اطار دوره استثنائيه من اجل رئاسه جديده ومكتب جديد ينقصد الحال طبيعه الحال ملي توصل هذيك الوقيته انا نشوفوها توصل بعدا هذيك الوقيته اولا كاين الحزب هو اللي تيقرر النقطة الثانية ما غنلقاوش مشكل ما عندناش مشكل ماشي مشكل ما هذا ماشي مشكل ما مطروحش شتي انت المجلس بالإجماع أنا مجلس ديال التوافق ما غيكونش بيناتنا شي مشكل قلت لك ما غيكونش مشكل حنا في إطار التحالف حنا متشبتين بالتحالف التحالف التحالف راه داير ميثاق أخلاقي هذه بلا ما ندخلوش شي ديطاي ولكن التحالف داير ميثاق أخلاقي كيهم المستويات بثلاثة ديال الجماعات الترابية مجلس الجهة مجلس المدينة مجلس العمالة دونك احترام التحالف هذه بلا ما نبقاو ضروري خصنا نحترم زعما كلشي من السيد الوليد اللي قايم بواحد المجهود كبير لا نعاود ثاني ولكن بين الرأي العام وبين المجهودات الكبيرة اللي كداروا الأوراق المفتوحة في مدينة الدار البيضاء من أقصاها إلى أقصاها كذلك كتجي المواطنات من عند السادة هما المقاطعات كذلك كتجي المبادرات من عند العمدة كاتفاقيات اللي تدوز من العمدة الأغلبية كتجي من عندنا بحال مثلا بناء داك السوق ديال باب مراكش راه كاين في النقطة 35 السوق ديال باب مراكش تجاوز من مجلس المدينة كاين رؤساء المقاطعات مشكورين حتى هما تجاوزوا بزاف ديال المبادرات وكاين المبادرات ديال السادة المنتخبين ما كان أي مبادرة حتى قبله كنتعاملوا معها في اطار اختصاصات المشتركه كاين الاختصاصات الذاتيه هنا صاحب المشروع هو مجلس العماله كاين الاختصاصات اللي هو الاشتراك مع قطاعات اخرى اللي تشوف هذا الجمهور ديال